ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين أشنو الحاجة اللي دوزتوها زوينة في 2023 والحاجة اللي دوزتوها خايبة في 2023. لا بغيتوا تعرفوا شنو قالوا لنا الحاجة اللي دوزوها زوينة وخايبة في 2023، أجيو معايا. سلامة الله. السيدي بخير. الحمد لله، بارك الله فيك. الحاجة اللي دوزتي في 2023 زوينة. خرجنا منها بصحيحتنا صحيحة بخير الحمد لله، هذا هو الفضل اللي كنشكروا به الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحاجة اللي دوزتي زوينة. خرجنا بصحيح ديالنا، خرجنا بعظامنا صحاح كما كيقولوا. بكل تواضيع. بكل تواضيع. والحاجة اللي دوزتي فيها خايبة؟ وراء أغلبية من الكورونا لدابا دوزنا الزنزال هذا الشيء ديال كورونا، الزنزال هذا الشيء ديال الأسعار، هذا الشيء ديال المشاكل ماديا، الخدمة نقصد ما بقاتش كما كانت. تراكم عليك الديون، تراكم عليك بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش بنادم زعما يخرج منها. اللي كتسولو مره سوجبد، كتسول الاصدقاء اللي قريب ليك اللي هذا، كلشي كيبكي وكيشكي كيقول لك من ايامات كورونا لدابا راه ما كاينش شي واحد اللي كيقول لك خارج بها بسلام. راه داك هو الدنيا قال لك لي ما خارج من 2023، ما خارج من عقيبه، ما خارج من عقاب. هذا الشيء اللي كاين اخويا، كذب عليك زعما زعما هذا الشيء كاين وكنعيشوه وباقي كنعيشوه وكنقولوا هذا الشيء امتى غنخرجوا منه الله اعلم. واش غتقول 2023؟ 2023 باي باي بهذه المشاكل ديالها. كانت شنو الحاجه اللي دوزتها في 2023 مزيانه؟ 2023 تنقول لك الحمد لله والشكر لله، كلشي ايام دازت زوينه، ايام الله كلها عين وكلها فرح. ويساق خصو يصبر والله يهدي ما خلق. الناس يعني مقللنا خدمه والغلا كاين والمسكين راه صابر وصابي معاه الله. والحاجه الخايبه اللي دوزتها في 2023 شنو هي؟ هي لا ميزير، لا ميزير، بنادم ما خدام ما ردام، والحمد لله والشكر لله ما عندنا ما نديرو، والله ينصر سيدنا. شنو بغيتي تقول 2023؟ ايوا الله يديها وعاود ايام اخرى بحالها. الله يديها، الله يديها. الحاجه اللي زوينه دوزتها في 2023 شنو هي؟ واخويا دوزت عام مع الغلاوات ومع الزيادات ومع حتى حاجه ما كاينه والو. حنا بغينا ما بغينا حتى حاجه من عندهم، بغينا عربي هو يعطي غيتنا من عنده ويعطينا واحد الشبعه ديال الشتاء. والحاجه الخايبه اللي دوزتها في 2023؟ الحاجه الخايبه اخويا الزيادات، زيادات زيادات، ما عطيش 300 بطاطا الفرانك 180 120، ما كاين عام 100 ألف فرانك. دابا 23 قريبة تخرج، شنو تقولي لها؟ الله يجيب على البلا. بالتواضع. الله بالتواضع. أنتم ما كاين، نبداو بالخايب ونتليو الزوين. لا بدا لينا بالزوين ونتليو الخايب. في الأول زوين. وفي الثاني خايب. وفي الثاني خايب. إوا دوزناها بهذا الشيء ديال الغلا، وكنا محنين من جيت العيد الكبير كان عباد الله مسكن محنا، ومن جهه الاسعار ومن جهه الجفاف. والحاجه اللي دوزتها في 2023 خايبه؟ ايوا اول حاجه هو الاغلى والزنزال، بغينا اكثر شيء من هذه المشاكل هذه. 2023 قريبه تخرج، اش غتقول لها؟ نقول لها باي باي، نسيان بلا رجعه. بكل تواضيع. بكل تواضيع.